مساء الجمال على كل المشاهدين المايسترو على قناة الشروق وهذه الحلقات الاستثنائية توثيقا للغناء السوداني عبر النوتة الموسيقية. سعيدة جدا في هذا المد المستمر من خلال هذه الحلقات. أهلا بك المايسترو يوسف الموصلي. أهلا بك دوما ها هنا نورنا. الله يخليك وجودك. هذه عندنا حياة جميلة جدا. ما الجمال كله هنا. الله يخليك. الأستاذ نجم الدين الفاضل مساء الخير عليك وتحية محبة وتقدير. أهلا بك ومساء الخير عليكم جميعا ورمضان كريم. الله يديك العافية. وكذلك مشاهدينا واحدة من التجارب الشابة والأصوات النسائية الجميلة جدا نسرين إدريس. رحب بك. مرحب بكم. أهلا وسهلا ولكم رمضان كريم عليكم. اهلا بك. كل مشاهدينا بيتواصلوا معنا هي مساحات مختلفه من الجمال نجمع ما بين الكلمه واللحن وهما دائما وصله حب وجمال. استاذ نجم الدين الفاضل احنا بنرحب بك مره ثانيه في المايسترو وباعتبارك انت رئيس اتحاد المهن الموسيقيه. دائما الشباب عندهم شكاوى بانه هذا الباب مقصد دائما. والله التهمه دي ما حقيقيه يعني يمكن هم بيتوهموا كده لكن احنا بابنا مفتوح. يعني هسه انا رئيس اتحاد المهن الموسيقيه نعم لكن قبليها لدورتين اللي هي 4 سنوات كنت نائب للرئيس. وفتحنا انا يعني اديني دي فرصه اني اشكر كل الذين تعاقبوا على مجلس اداره اتحاد المهن الموسيقيه وكلهم يعني كل واحد فيهم وضع بصمته. فنحن فتحنا الباب لكل الفنانين والفنانات الشباب واستقطبنا منهم ناس كثيرين جدا ويعني اغلب الشباب يعني حاطين في راسه منه الفنانين الكبار او اتحاد المهن الموسيقيه هو واقف ضدهم ولا نحن فاتحين الباب وقبلنا عضويه كثير جدا من المطربين والمطربات وبنقول دائما احنا بنتقبل الناس الجادين يعني حقيقه لضبط الساحه يعني اتحاد المهن الموسيقية عنده دستوره عنده قانونه عنده لوائحه الداخلية. نعم. فتعاملنا يعني مع الشباب وفتحنا لهم الباب ونقول لهم مرحبتين حبابكم وده مكانكم الطبيعي. يمكن يعني معلش أستاذ نجم الدين في شباب ما بينطبق عليه والمواصفات للفنان الشاب في استخدام الأغنية أو المفردة عشان كده بيفتكر إنه الباب ما فاتح بالنسبة له. نعم هم أساسا الماجدين دي أنا أفتكر إنهم ذاتهم ما بكون عندهم الاستعداد ولا حيقدروا ذاته يتقدموا لاتحاد المهن الموسيقيه، لكن احنا بنقول لهم حتى بعض الناس فيهم الشباب اللي والشابات اللي بيغنوا بالغنى الهايف يعني الواحد ولا الواحده تلقى عنده امكانيات ممتازه جدا جدا. يعني تنقصوا اشياء معينه، اختيار الكلمه، اختيار اللحن اللي بيناسبه لانه يا اخواننا احنا وصيتنا لكم، انا افتكر انها يعني زي ما قلت انا كثير جدا في انه هي تربيه قبل اي شيء. يعني هي رسالة الفن صحيح. رسالة صحيح. الفنان والفنانة هم بيخشوا بيوت الناس بدون استئذان يفترض صحيح. انك تختار الكلمة المناسبة تقدم مادة رسالية تقدم بها المجتمع السوداني لانه بيتأثروا بها الشباب وانا افتكر دي مسؤولية مش اتحاد المهن الموسيقية بس وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة التربية والتعليم وكل يعني اي حتة بتهتم بالطفل مما هو صغير الى ان يكون كبير يعني انا افتكر انه الرسالة في انه يسمع كلمات نظيفه الحان ممتازه والدليل على كلامك والمايسترو انه احنا في حلقات المايسترو تحديدا على قناه الشروق بنعمل على روح المجايله يعني احنا الليله بنلقى استاذ نجم الدين الفاضل نسرين بنلقى نسيبه بنلقى هاله عمر بنلقى عادل مسلم يمكن دي واحده من التجارب وبنلقى المايسترو يعني في حضرته هي واحده من التجارب الغنائيه الفريده الشابه المختلفه اللي فيها مخزون معرفي وانا شفت انك انت فتحت افاق للشباب من خلال المايسترو. اي نعم هي طبعا انا فكرتي دائما بتتاتى في الاتي انه نحن الشباب الجيل الجديد ده عنده لغته عنده اساليبه صحيح عنده حاجاته نحن ما نحجر عليهم انهم يكتبوا يا نوع من الشعر لكن هنالك حدود وضوابط لغتهم هي لغتهم الجديده ولكن على ان لا يجرحوا حياء المجتمع. يكون كلام محترم لكن شكل اللغه ما مشكله. وشكل الابيات الشعريه ما مشكله. نعم. لانه ما حيكتبوا زي الاجيال القديمه ولا التي تلتها او التي تليها. وعشان كده لازم نهتم بهم وانا بفتكر انه استاذ نجم الدين
يعني عنده انا اتناقشت معه كثير، عنده استعداد كبير جدا لاستوعاب اكبر كم من الاجيال الجديده وهو مؤمن بقدراتهم. يا سلام. نحن في هذه اللحظات بنطلب منه عمل يقدمه لكل مشاهدي المايسترو الان على قناه الشروق، ونشوف هذا الجمال والابداع عبر الفنان والمطرب الاستاذ نجم الدين الفاضل. مرة أقول يجي يوم أنساه.
لك زمان ما بنت ما بنت وين وين انت انت زيك وين شكرا على هذا الجمال شكرا ايضا مشاهدينا للفرقه الموسيقيه على هذه الصولات والجولات وهنسحب مباشره استاذ نجم الدين الى مهرجان الخرطوم للثقافه والمهرجان السينمائي يمكن في ركود شويه ما في انتعاش لهذه المهرجانات اللي هي دائما بتقدم الخرطوم بتقدم السودان في مقدمه الدول الثقافيه والله هي فعلا لفتره يعني يمكن طويله ما كان في يعني مهرجانات زي مهرجان الثقافة الأول والثاني والثالث ولا ليلة جديدة المبدعين لكن يعني أنا ببشر وبقول والله يعني أول حاجة بشكر السيد الوالي والسيد عوض أحمدان والأخ موسى عثمان في وزارة الثقافة الولائية لدعمهم ووقوفهم معانا لفعاليات كثيرة جدا قمنا بها في اتحاد المهن الموسيقية نعم. وبشكر جدا زيارة السيد الوالي لاتحاد المهن الموسيقية نعم ووقفته معانا في حاجات كثيرة جدا جدا ومن ضمنها بشرنا بأنه حيفعل مسألة مهرجان الثقافة في الخرطوم وعلى أساس أنه نكون نحن في اتحاد المهن الموسيقية مسؤولين منه واللي هو ده يعني بدي مجموعة كبيرة من الشباب والشابات موسيقيين ومغنيين ومغنيات وموسيقيات صحيح بتيح الفرصة وبيكون في بفريق بالضبط صحيح. يعني صحيح حتى يكون هنالك منبر جديد للشباب نعم. عشان يبرزوا نعم. هذا الجمال نعم. وتحية كمان للفنانة الشابة نسرين إدريس تحية ليك وأنا عرفت إنه في محبة خاصة وفي ودو خاص بينك وبين المايسترو يوسف الموصري كلمينا عن هذه المحبة عن سير النجاح والله أنا والحاجة سعيدة جدا بوجودي معاكم نعم. العلاقة بيني وبين أستاذ يوسف الموصل أو الدكتور علاقة الأب بابنته يا سلام يعني العلاقة تمتد لسنين طويلة لورا أنا يعني من خلال هذا المنطلق أنا بشكر الدكتور وبشكر أستاذ كمان نجم الدين الفاضل وإن شاء الله حيكون عندنا تعامل كثير إن شاء الله وقبلها كان عندي تعامل معه تلاقينا في محافل كثيرة غنيت له كثير سجلت بعض الأعمال بتاعته ما زالت عندي أعمال ما سجلتها نتمنى اللي قدام يكون في تسجيلات أكثر وتواصل أكثر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يمتد المشوار إن شاء الله ونسترح مشاهدينا في المايسترو مع الفنانة الشابة نسرين إدريس نستمع لواحدة من الأعمال من تأليف وتلحين المايسترو يوسف الموصل
فريدة. شكرا جميلا نسرين إدريس على هذا الأداء. والمايسترو تحديدا حنعلق على القامة الصوتية على الطريقة الأدائية وعلى كيف أن نسرين تقدر تطور نفسها أكثر من خلال أداء المفردة واللحن. أيوة أنا شايف في نسرين إمكانية القدرة على التطور وأنا بفكر أن هذا حاجة مهمة جدا للفنان. الخامة طيبة طبعا ما في كلام، لكن هي محتاجة إلى حد كبير جدا إنها تتفرغ للفن بتاعها. هي طبعا الحاجات الأسرة وال صحيح أم الصفا وبتاع وكلام زي ده يعني. صحيح. لكن أنا بفتكر إنه الفنان أو الفنانة يفترض إنه على الأقل 50% من حياته للفن. وهب نفسه. اي صحيح. انا طبعا 70%. انت 100% لك التحيه. طيب احنا يعني نسرين اخيرا كده بنزعد بوجودك معانا وحنشكرك، ولكن قبل كده يتكلم لنا سريعا عن القادم ومشروعك الفني وكيف انت حتقدري من خلال الاغنيات من خلال الاحتكاك مع المايسترو وغيره من المحترفين زي الاستاذ نجم الدين الفاضل انك تقدمي تجربه ومشروع غنائي مختلف. والله انا يمكن زي ما قال الدكتور الموصلي محتاجة أدي للفن 50% من حياتي. زي ما قال الأسرة يمكن نحن كنساء بتكون في حياتنا الخاصة شوية بتشغلنا من صح. الفن الفن فعلا داير زول متفرغ. إن شاء الله أنا بحاول بقدر الإمكان أنا أقوم أفرغ نفسي. أنا بحترف إن أنا فترة وقفتة فنية وإن شاء الله حستعيد نشاطي تاني أو قد بدأت يعني أستعيد نشاطي، وبحاول يا دكتور ان شاء الله يعني اطور نفسي اكثر واكثر باذن الله. عندي مشاريع كثيره جايه ما عايزه افصح عنها هسي. من لك التوفيق وكامل الدعم لك، واحنا طبعا ابوابنا على قناه الشروق مفتوحه لكل المبدعين وكل الحابين يقدموا رساله للمجتمع السوداني حتى لو كان عبر الغناء وعبر الشعر وعبر الالات الموسيقيه، ومن خلاله يقدروا يوصلوا محتوى. كلمة محتوى دي مهمة جدا للمتلقي السوداني. شكرا نسرين، شكرا لحضورك معنا وكل مشاهدينا اللي بتواصلوا معنا من خلال المايسترو في هذه اللحظات. حنستقبل الفنان عبدو كلاسيك حيكون موجود معنا من خلال المايسترو ومستمرين. نرحب بكل الساده المشاهدين المنضمين الى متابعتنا عبر برنامج المايسترو. جاء
جسرا للمحبة والتواصل عبر الأغنيات وعبر التوثيق أيضا للنوتة الموسيقية ودمج المعرفة بهذه الإيقاعات السودانية الجميلة. ورحب أيضا بالفنان القادم من عطبرة عبدو كلاسيك. مرحب بك منى، مرحب بقناة الشروق. إن شاء الله رمضان كريم لكل الأحباب والأهل، وأنا سعيد يعني أكون في حضرة أستاذنا دكتورنا يوسف الموصلي. أهلا بك وأهلا بكل الفنانين الشباب الموجودين معانا. وخلينا أسأل أستاذنا نجم الدين الفاضل عن إنه بما إنه إحنا اليوم معانا عبدو كلاسيك ومعانا نسرين ومجموعة من الفنانين الشباب عبر الأغنيات الممتدة اللي فيها روح المجايلة بالتأكيد، ولكن في بعض الاتهامات بتوجه للشباب بأنهم هم دائما دايرين الحاجة أو بيستسهلوا الحاجات، يعني ما في يعني إحنا زمان بنسمع إنه الفنان عشان يجوزوا صوته في الإذاعة السودانية ممكن يمشي ويجي 6 شهور سنة كاملة، بتكون برضو بتواجهوا بعض الصعوبات والتحديات. طبعا حقيقة الزمن اختلف، يعني إنه زمان كانت الإذاعة واحدة والتلفزيون واحد، وحس الوسائل دي يمكن خلت كثير أي زول ممكن يسجل في بيتهم وفك عبر الوسائل زي ما بقول. لكن الضوابط دي لحد هسه ولحد الآن موجودة في اتحاد المهن الموسيقية بالتحديد، يعني الدستور زي ما قلت لك والنظام الأساسي واللوائح الداخلية. فقبولنا العضوية يعني هسه أنا بزعل جدا جدا ومتابع يمكن كل الحركة الفنية اللي بيقوم بها الأخ الدكتور يوسف الموصلي. مش الكلام ده مش عشان قدامه، هذا الرجل عالم صحيح، يعني رجل درس الموسيقى ودرس الموسيقى وما زال يقدم. وانا لما قدم لي الدعوة في برنامجه ده ما ترددت ولا فرطت في الرغات الموسيقية. يا سلام عليك يا سلام عليك، ده زوجك. وجيت لقيت ما في غير نفر واحد قدم، واحد اللي هو الأخ العزيز الفنان جدا إسماعيل عبد الجبار، ولقيت كل الشباب ده زي كأنه أنا بيشتغلوا معايا قبل 20 سنة. يا سلام، فلقيته دي شهادة جميلة بحق الشباب الموجودين معنا دي، بيأدوا بصيغة. فده يدل على شيء إنه الحياة ماشية يا إخوان، الناس يعني ما بتقيف. صحيح. وبعدين في مواهب زي دي يعني يفترض إنه تلقى الرعاية وتلقى يعني حتى أنا في مشاركتي يعني ما أخذت المسألة بتاعت إنه أنا والله فنان كبير وما يجيبوا لي فنانة صغيرة أو فنان صغير، ليه لا؟ نسمة الحياة طبعاً. الحياة الاستمرارية نشجع والعطاء. هذه المواهب. صحيح. كلام جميل. النهج الماشي فيه الدكتور يوسف الموسى اللي وانا بقول له والله دائما معاك باذن الله، كلنا اتحاد المهن الموسيقيه كله يعتبره معاك. نعم. انت واحد مننا وباذن الله تعالى يعني الناس بتمشي لك التحيه. الله مفهوم الله. الاستسهال عند بعض الشباب الفنانين بيقول لك والله يا اخي الجمهور ده عايز كده، دي حاجه مقنعه او اجابه مقنعه بالنسبه لك انت كمايستر؟ ما مقنعه، لانه الفنان هو مربي. صحيح. الفنان مربي اجيال. يعني لو رجعنا لكل الفنانين القدامى من اساتذتنا اللي رحلوا الله يرحمهم والموجودين ربنا يطيل في أعمارهم، ديل نحتوا في الصخر بأظافرهم عشان يصلوا للمكانة دي، يعني ما المسألة ما كانت سهلة يعني. لكن احنا عندنا ناس هنا يعني بيحبوا التصفيق بتاع الجمهور، وده سهل جدا. تجيب أغنية حقيبة تغنيها بصفقوا لك. لكن حقيقة هم ما بصفقوا لك انت يا الفنان الجديد، بصفقوا لك روما ولسرور والجماعة اللي ابتدعوا الأعمال. يا سلام، انت لازم تثبت نفسك بعملك انت. صحيح. احنا حنستمر في حوارنا وحنتكلم اكثر عن هذه التجارب، والان حنستمع للفنان عبدو كلاسيك. حتسمعنا شنو؟ ان شاء الله حنقدم اغنية بعد الفرقة، كلمات الصديقة مصطفى بزيد والحاني انا، توزيع دكتور يوسف الموصلي. للتوفيق. ما بنقدر نواصل الريدة، بعد الفرقة ما بنقدر نواصل الريدة، وإنه حنان ما يتبدل في حاجة غير
غريبة في حاجة غريبة. تشكي لي عشان تلقى الحنان عندي، جاي الليلة تشكي لي عشان تلقى الحنان عندي، بقيت الليلة تطراني تتذكر كمان حبي، بقيت الليلة تطراني تتذكر كمان حبي، بقيت ملهوف علي انت، بقيت والله يا نغمة بعد الفرقة ما بنقدر نواف مريدة، بعد الفرقة ما بنقدر نواف مريدة، وانو حناننا يتبدل في حاجة غريبة، زمان ما كنت بجري عليك وقتين كنت لي يا حبيب، زمان ما كنت بجي عليك وقتين كنت لي يا حبيب، استهونت بقلبي واليوم باقي ليك نحيب، استهونت بقلبي واليوم باقي ليك نحيب، خلاص فارقت دنياك وخلاص حماني حدد، بعد الفرقة ما بنقدر نواف مريدة، بعد الفرقة ما بنقدر نواف مريدة، وإنه حناننا يتبدل في حاجة غريبة، في حاجة غريبة. بعد الفرقة ما بنقدر نواصل مريدة، بعد الفرقة ما بنقدر نواصل مريدة، بعد الفرقة ما بنقدر نواصل مريدة، وإنو حناننا يتبدل في حاجة غريبة، في حاجة غريبة. رجعنا من جديد لتواصل مشاهدينا وهذا الإبداع المتدفق وهذه الإتكاء المسائية عبر برنامج المايسترو، مستمرين من خلال هذه الألحان وهذه المفردات وهذه المؤانسة بالتأكيد وهذه الحلقات. سعيدة جدا أرحب بضيوفي مرة ثانية وأشكر الفنان عبدو كلاسيك على هذا الأداء بالتأكيد، والمايسترو هيعلق طبعا كالعادة وحيصنف وحيقدم نصيحة لعبدو كلاسيك. والله أنا خلي اسم كلاسيك ده ما أدره ساي، أغنيته اللي قدمها دي هي كلاسيكية السمات، يا سلام، يعني هي حزينة واللحن المعمول ذاته يعني فيه مزج ما بين المشاعر المختلفة، لكن يغلب عليها الطابع الحزين يعني أو الطابع الرومانتيكي والكلاسيكي، يبدو أنه سموه كلاسيك عشان كده. فنان جاد جدا ولحم كمان براوي، ومرات بتناقر معانا هنا قدام الاوركسترا كمان
كويس انا مبسوط منه. بيطلع حقه حريص على انه أيوة. العمل بتاعه أيوة. يطلع على الوجه الاكمل. اما من ناحيه الاداء انا بفتكر انه اداء جميل جدا، وطالما هو طموح اعتقد انه حيصل لمرحله اعلى من كده حتى في مستوى الاداء. يا سلام. انا حانتقل له مباشره بعد الاداء الجميل ده واساله عن فكره البروفات والتدوين على النوت الموسيقيه، لاي مدى ممكن هي تدعم الفنان؟ والله صراحه يعني بتدعم الفنان في حاجات كثيره. البروفات مهمه شديد لانه اول حاجه بتثبت الحاجه اللي انت عاوزها. لو في اي خلل بعد ذاك البروفات الكثيره هي ذاتها بتخلي المود بتاع الفنان يعني يجي يقدم حاجه يكون هو ريلاكس كده ما في اي وتره. مهمه شديد والله صراحه. صحيح يعني. هي تسخينه جميله وفي نفس الوقت فيها علم يعني. ايوه عبر النوت الموسيقيه. استاذ نجم الدين، واحنا في الجزئيات الاخيره من حوارنا اليوم للمايسترو، دائما التدوين والتوزيع حسب احتكاكي وحسب ما بسمع انه هو بيدعم الفنان الشباب بيكون اكثر احترافيه. في انه هو قدم بروفات وانه هو واجب على التوزيع والتدوين على النوتة الموسيقيه. استاذ نجم الدين الفاضل، الاذواق هي مختلفه تماما. في مننا بحب الحقيبه، الحديث، الكلاسيك وغيره من اللونيات المختلفه في الساحه الغنائيه، لكن انا كفنان كيف اجبر المستمع انه هو دائما يتنقل معي في المستوى بتاعي؟ الفنان هو بيرتقي بالذوق العام. يعني انا بفتكر انه لكل فنان وكل صوت عنده معجبين وهو وناس هو اللي بيسمعوه. بس انا بوصي بانه يعني الفنان او الفنانه طالما ولد هذا المجال يثقف نفسه بالتعليم. يعني الموسيقى دي بحر واسع كبير جدا جدا. يعني احنا يمكن انا درست ابجديات الموسيقى يعني يمكن لفتره بسيطه، لكن بفتكر هي مهمه شديد خاصة وإنه في تطور. يعني العالم كله هسه الليلة نحن مشاركتنا يعني الخارجية بفتكر إنها بقدر قلتها، لكن يعني بتعكس أشياء كثيرة. العالم كله بيستغرب إنه السودان ده فيه موسيقيين وفيه حاجات ما لاقية المنابر اللي هي يعني رغم العولمة الموجودة ورغم الانتشار الكثير عبر السوشيال ميديا. يعني علمة في الموسيقى، أنا حقيقة والله يعني سعيد جدا جدا. وخليني قبل أي حاجة برضو أحيي الفرقة الموسيقية من هؤلاء الشباب يوم التحية اللي هم نفذوا تنفيذ عالي جدا جدا برياضة. نعم. الدكتور، وبفتكر إنه برضو يعني أخونا محمد حامد جوار ما ننسى دوره، هو من أمانة الأمانة الفنية في اتحاد المهن الموسيقية في هذه الدورة. وديل الناس الجادين ويعني والأخ وليد جاك وكل الاخوه الموسيقيين ما داير اذكر اسماء ناس واخلي ناس. نعم عشان ما يصير كلهم مجتهدين واجتهاداتهم طيبه. فيبقى هنا الفنان والفنانه طالما هو عنده الامكانيات الصوتيه. يعني احنا طبعا في اتحاد المهن الموسيقيه عندنا لجنه مكونه لقبول العضويه. يا سلام. يعني ديل بيقولوا ده موسيقي ده فنان ده كده كده، هم مختصين في المساله دي. فاي انسان بعد ذاك بيوصلوا لنا بيرفعوا لنا التوصيه بانه هنا بنديه البطاقه بتاعتنا ينال شرف العضويه بتاع اتحاد المهن الموسيقيه. بعد ذاك انا هسه حريص جدا، يعني يمكن ما دار امسك الكلام كثير، في انه اتحاد المهن الموسيقيه انا هسه ماسك في الدوره دي باذن الله ان انشئ الفصول لتعليم الموسيقى حتى وانه الناس يستفيدوا. يمكن الكلام ده قلته في الحلقه اللي فاتت، الشباب يستفيدوا الموهوبين. صحيح. والمدرسين يعني يدون علمهم ده يستفيدوا منه الشباب. صحيح. ونمشي بالمسير اللي قدامه والموفق رب العالمين. بالتاكيد بالتاكيد. استاذ والمايسترو يوسف الموصل منورنا، ما تكون نعيسته. صح صح. طيب احنا يعني الايقاعات بتاعتنا الجميله وتراثنا الجميل من خلال الايقاعات ومن خلال الاداء المختلف لفنانين الشباب حتى فنانين الكبار، كيف تكون المخاطبه بالنسبه لتراث الايقاعي والنغمي للعالم؟ هل نخاطب مباشره ولا نذهب مباشره الى طريق العولمه؟ هو انا كنت بقول الكلام ده لبعض ابنائنا السودانيين من الفنانين الموجودين في الخارج، الشباب يعني الشابات. مرات بيحاولوا يجاروا الفن في الغرب. صحيح. وطبعا انت ما بتقدر تنافس ديك في الحاجه اللي هم مؤصلين عليها. لكن بتقدر تنافسهم لو استمديت من الموروث التراثي بتاعك. نعم. واستخدمت اساليبهم هم في عملية المعالجة بتكون طلعت بحاجة جديدة، ودي عملوها النيجيريين وعملوها الاثيوبيين وعملوها ناس كثيرين. يعني
حتى في السودانيين من الشباب بيجوا يعملوا محاورات زي دي بينجحوا مع الخواجات يعني ممكن ينافسوا. نعم. لكن ما تقدر تنافس لك دور في حاجه هو حقته عايش عايشه متشربه ما تقدر. يا سلام. انا بشكرك على هذه المعلومات القيمه. كل اللي بيتابعونا الان اللي عندهم اهتمام بالموسيقى السودانيه والنقم والايقاعات اكيد حيستفيد من هذه المعلومات اللي انت بتقدمها لنا من خلال المايسترو. واحنا في الختام انا عندي سؤال اخير لعبدو كلاسيك قبل ما نختم باستاذ نجم الدين الفاضل بعمل جميل في انه كيفيه الاختيار والتعامل مع الشعراء والملحنين. انت بترتكز على انه يكون اسم كبير ولا محتوى هادف؟ والله يا هي انا مركز على انه اكون اسم كبير يعني فعشان كده الاختيارات بتاعت الكلمات والالحان بتكون بدقه يعني ما عاوز اكون فنان يعني كده على الماشي كده ان شاء الله يعني موعودين بحاجه. لكن اذا في مثلا شباب مبدع شعريا او لحنيا ممكن تتعامل معه طبعا بعد بس الاختيار بتاع صحيح. شكرا لوجودك معنا وسعيدنا جدا بهذه التجربه. نتمنى لك دائما التوفيق ونحيي ظهورك على المايسترو في قناه الشروق. نشكر كذلك استاذنا نجم الدين الفاضل واللي حيختم لنا بالتاكيد بعمل هنهدي لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا. وقبل ان نذهب الى العمل نشكر المايسترو يوسف الموصلي على هذه التوصيات وعلى هذه التجارب الجميله وكذلك الفرقه الموسيقيه الموجوده والمصاحبه معنا من خلال هذه الحلقات. شكرا لوجودك. يديك العافيه. الشكر موصول لك يا منى. تسلم. كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا انتهت هذه الحلقه من المايسترو. في المره الجايه هنقدم نماذج مختلفه لاغنيات جديده وجميله ومسموعه. نختم بالاستاذ نجم الدين الفاضل ونودع مشاهدينا وتحياتي وفريق العمل.
ليلك يا أسمك أبيتك.